نصيحه لمن يعيش في هذه البلدان في افريقيا نصاحه كوالامبوكمبا وانايشي كاتيكا مiji هي كافريكا. انت الان قدر الله ان تكون في هذا المكان الله أمك الله سبحانه وتعالى لا يقدر على العباد الا الخير الله همقديري ميا يسكو خير فماذا تصنع بعض الناس يقول أنا لا استطيع أطلب العلم في أفريقيا لابد أذهب إلى المدينة لطلب العلم مثلا يا أخي أنت <applause> الآن إذا طلبت العلم هنا بدأت بطلب العلم ستطلب العلم في المدينة أما إذا لم تبدأ الآن بطلب العلم لن تبدأ لا في المدينة ولا في أي مكان إلا إن شاء الله iwapo utaanza kutafuta ilmu hapa basi allah subhanahu wa taala atakuwezesha uende hadi madina lakini kama huko tayari kuanza kutafuta ilmu hapa ukiwa katika hizi miji za kiafrika itakuwa ni ngumu kwako kwenda ku katika hiyo miji ulama min je kuna maulama ambao kwamba ametoka katika afrika لا. la la hakuna hakuna man min jaa ila وعلم اهل الجزيره علمهم التوحيد وعلمهم الحديث وعلمهم القران مثل الشيخ الامين الشقيطي رحمه الله كنا مع علماء ان بقوا من افريقيا وكايندا كاتكا سيمو هيزو كما مدينه يكافنديشا واتو فقه ومسومو مينغيني اديني كما فيله مناچوني هو شانقيطي منيزينغو امرحام لماذا لا نسير على طريقه هؤلاء الائمه في افريقيا يخرج من هنا ائمه علماء كنين تشيفاتي نجيا كما هيزو لابد ان نغير الحالة الذي نحن عليه تنافق كبدلش حالي أم بس لا تنتظر حتى تسافر أو تقول لابد كذا أطلب العلم أن تقدر الله عليك أن تكون في هذا المكان كن مثل الأمين الشنقيطي رحمه الله مدام هو كاتكايز سيمو زاكي أفريقيا هو علمه نا هو كما شنقيط رحمه الله أم بس يا متو أفريقيا ندوه والله نحب لكم الخير نحن نأتي إلى هنا نحن أقل منكم مرتبة

هي أفريقيا بوركة مسكت كأرض لابد أن يكون هناك أئمة كما حصل أئمة الأمين الشنقيطي مثلا هبط أفريقيا وفاك ويوفيوني كما في الشنقيطي رحمه الله إذا الإشكال ليس في المكان الإشكال هنا فينا أو إلى متى يأتينا بعض الناس ويعلمنا ويعيد نفس الدرس كل ما يأتي عالم ودرسنا الصور الثلاثة إلى متى؟ هذا خطأ في التعليم هي مرة واحدة تدرس يأتي الشيخ تقول أنا درست هذا الكتاب تختبرني. إذا نجحت في الإختبار أرتقي مرتبة مرتبة حتى أخرج عالم بإذن الله. وقد مجن الشيخ نفوقوديا ونامنبيا كنما ميمه كتابه نمكى فندشة. قايفه ونوزوا كنوليزا ساللوات. أو نفندشة واتنباك أوباند درجيا إلى متى لا نشتغل بالدعوة بدعوة غير المسلمين إلى متى؟ اتنباك لين تتشغل لكان الدعوة يواسيوكو واسلام. لماذا قلة من الناس يعملوا في الدعاء في أفريقيا؟ قانني وتوتشاتك كأفريكا ونفني الدعوة. هل يمر عليك يوما من الايام لا تلتقي بغير مسلم كنا سيكو كما نا لا يمكن سيكو نا قال لي احد من كان يدرس كان يعني هو يدرس في هنا يقول الى أن انتهيت من الجامعه كنت ادرس مع المسلمين لم يتكلم معي ولا مره واحده مسلم وقال اسلم او هذا هو الاسلام او حال المسلمين. شيخ انا سيما يا امي واي نمتو ومبوكوما، انا سوما باموديا نوا اسلام وكاتكا اني اوفلان. انا سيما هاكونا سيكو هاتا سكوموديا، امي واي كوبا امتو، ميمي نتاكا اسلام، اني واسلام. يقول عشرين سنه وانا في افريقيا لم يتكلم معي مسلم مره واحده يقول الاسلام وتعال اسلم او هذا هو الاسلام. amesema kwamba nimeishi afrika miaka ishirini hakuna hata mtu mmoja amenijia mimi a kuna, kunambia kwamba uislamu ndio huu njo ingia katika dini ya uislamu la, te, la tufti. usitoe fatwa f usizungumze kwa jambo ambalo kwamba hulijui hulijuilaki li thi mnh bhadalias لكن كل هالكيتو انه كنتي عم 100% يعني لو واحد يدخل الان لك انت يا شيخ يسالك يقول اين القبله مفونه كما اجى على فاقول قبلة القبله تقول الله اعلم جهه الله اعلم كيف انت لا تشك ان هذه القبله فيبي بسبب هنا هنا وسوسه ان هي هذا الذي لا تشك فيه لماذا لا تعلم الناس ساسا هي كيتو وي هاونا شكا هل انت هل تشك في الاسلام جي انا واسواسك وسانا وإسلام هل تشك في ان النبي هذه الامه محمد صلى الله عليه وسلم جي انا شك يا صلى الله عليه وسلم ديومتومي هنا وحاكيكا هذا الذي لا تشك فيه علم الناس Kila kitu ambacho kwamba huna shaka nacho fundisha wengine. Qul nahnu ahlul islam. Sema sisi ni waislamu. Asallahu ythabitna alayh. Tunamwomba Allah atupe thabat Na'budu rabb wahid, tunamwabudu Mwenyezi Mmoja. Nu'min bi jami'il anbiya'i warusul alayhi was-salatu was manabii wote na mitume. Hadha alladhi la tashuk fi. Alimul an-nas. Mambo kama haya ambayo kwamba huna shaka nayo fundisha watu wengine. La tastati tatakallam? Uwezi kuongea? Atirshala.

كيفو هتنبودي كوشكمانا نستعين بالله تواكى الصديق الله نحن أمّ واحدة الإسلام ليس للعرب سيسني أمّ مودة وإسلامه سيو العرب وغير العرب التفاضل ليس بالعرب وغير عرب. التفاضل بالتقوى. مواربوا نأسيقوا مواربوا هكنا أبورا ها هو أبوران نيكوامبا أبورا سيتقوامبا هو نيمواربوا سي هو سيمواربوا أبوران وتشامونجكم الله سبحانه وتعالى أفضل كتاب عندنا بعد كتاب الله هو كتاب الإمام البخاري صحيح البخاري كتاب أبورا بعد القرآن نكتابه الصحيح البخاري شا إمام البخاري ليس بالعربية امام بخاري سيو وقلنا ائمه خرجوا من من افريقيا نا تسمى ان افريقيا هل انت تريد ان تكون كالائمه او تريد تخرج من هذه الدنيا مثل ما تخرج البهيمه يعني الدابه تموت ولا تذكر ولا احد يترحم عليك ولا تترك اثرا في هذه الدنيا جي mwa wanavioni watu ambao kwamba wana au unataka kuwa kama mnyama انتم في هذه البلاد الله سبحانه وتعالى والله ساسالكم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوه هل تقوم بها او لا mtaenda kuulizwa nyinyi amboo kwamba mko katika hii miji ya afrika na miji mengine mtaenda kuulizwa na allah Ta'ala je mumefanya kazi ya dawa katika kufikisha watu au ni vipi naam ndiyo kila mtu ana upungufu wake lakini wa tunafaa kuusaidiana na kuwa pamoja naam, tufanye kazi pamoja اسال الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا بنبينا عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى من الجنه والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم وجزا الله خيرا هذه القناه وكل من يعني شارك معنا في التسجيل وفي الترجمه وفي التصوير اسال الله سبحانه وتعالى أمين. أمين. ان يجمعنا بهم أمين. في الفردوس الاعلى في أمين. الجنه مع نبينا محمد عليه الصلاه والسلام أمين. وجزاكم الله خير أمين. أمين. ترجم هذا Uh, sheikh, uh, tunamuomba allah subhanahu wataala atujalie kama vile tumekusanyika hapa at, atujalie sisi tukusanyike peponi pamoja na mtume wasallam na pia tunamwomba allah subhanahu Ta'ala atusaidie na wale ambao kwamba tumekuwa nao wameshirikiana katika kurekodi hizi video na hii station ya ilmu tv mwenyezimngu asaidie watu wote na afungulie milango ya khairi na allah subhanahu Ta'ala awabariki jazakumullahu khaira